احنا لايف يوتيوب. هاي هاي. ايه يا عم، هو في حد اصلا من اليوتيوب ميت؟ مفيش حد بيدخل، بس احنا لو لقطنا 3 4 بس هنلاقي. هو دي حقيقة. نضقط بس الواحد اللي هو اثبت يا ابن الميت، اثبت يا ابن. يا ريت انت بتخلي في ناس بتقعد معانا بالليل بس 3 ساعات، وفي ناس اهتمت ان هي تخش تستنانا ويقعدوا معانا بالساعتين وكلام وخروج استاد ونتعارك مع بعض. اخ الحوار جامد ولذيذ وانا حبيته، فاهم انت؟ اي في بحر دلوقتي ولازم اقفل الالف يا استاذ البطل. دي حقيقة. كان زمان تك تك قاعد كده الكلام ده. كان عامل بتاع، كان هدخل على الناس اللي عندي بجد هعمل لهم كلهم فولو، هعمل الف واحد فولو. يا ابني المنظر غريب. المنظر مش غريب، عادي عادي. طب اقول لك كله باكو قشطه، بس اوكي يعني. متاكد؟ لا انا مش مرتاح، انا مش مرتاح، مش مرتاح خالص. في واحد في فروع جديد اكيد بيصور. بس انا حسيت دي سامح سمسم ده دي. طب خالد دي من عندك؟ تعرفها كتير. من فلاش باك فكرت بعرفها. سامح سمسم دي لونه الولد. سامح سمسم. لا لسه ببص على الفيديو بفتكر ان في حد بقى. ليه يا تيك توك ادتني بان؟ انجميت. ادخل ادخل. فلوس استنى النقي ده ما بتعملش بقى اصحابنا بجد. مش عامل لسيف، مش عامل لسيف يا عم. تعملش اصحابنا ما هيعملوا لي باك دول. قلت انك تقعد انا يعمل لكود. فين كود؟ استنى تعمل يوم. لو قلت لا 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 بلاش دي بلاش دي بلاش دي بلاش دي اشمعنى؟ لا لا بلاش دي. استنى بقى نعمل كده. تك 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 جنب اليني ده بقى دخل شيطان من فوق. قال لي كنت قال لي المهرجان اللي هو قسم بقى قسم بقى قسم ايه نزيل. بس انا كده هقفل الالف فولو الجبشن. اي الف فاهم؟ بس لو قفلت الف فولوور ده جامد فشخ، وهنطلع لايف من عندك. مين نطلع لايفات نلعب جولات من ورا القاهره وانت مسكين؟ ده اللي نفسي اعمله يا اسطى. ده اللي نفسي ايه اعمله الصراحه يا اسطى. كفايه. استنى انا هعمل حاجه ثانيه. انا هعمل الفولو كل دول بعد كده. يبدو الفولو خدنا بين فولو دلوقتي ليه؟ عشان عملنا العدد كبير في اقل من الوقت. وده من فولو قد ايه؟ حبة اهو. دلوقتي باجي للعام احنا بنقلد الناس اللي بتطلع لك بالليل وانت جعان، لما سهران بالليل وتفتح التيك توك فيطلع لك الفيديو ده. فانت اكيد الفيديو ده هيطلع لك بالليل وانت قاعد بفكر هتاكل ايه. فاحنا دلوقتي بناكل اقسم بالله. احنا بنقلد الناس اللي بتطلع لك بالليل وانت جعان، سهران بالليل وتفتح التيك توك يا اسطى. ما حدش مهتم بجد. انت اكيد الفيديو ده هيطلع لك بالليل في ثانيه. فكره تاكل ايه. فاحنا دلوقتي بناكل والفيديو ده هيطلع. دلوقتي باجي للعام احنا بنقلد الناس اللي بتطلع لك بالليل وانت جعان، سهران بالليل و مش عارف فول موف ايه؟ مش عارف فول موف. ما عملتش باك تقريبا. محمود بيكره تيك توك قوي، بيكرهه بجد يعني. قعدت اتكلم معاه في الحوار ده. جالك اول فول ده بجد؟ لا مين؟ زدت سايز ما كنتش كده. 66 يا ابني. 66 مكان عشان كان مكتوب بلس كذا. ما زدتش كده، زدت واحد بس يعني كده. أربعة أربعة وسبعة. مين دي؟ واحد بس. مفيش لايف يا اسطى. هو في فيديو ولا ما فيش؟ مفيش فيديو. طب يعني تيجي نعمل فيديو دلوقتي، عايزين نوصل للألف. قول أنت. قول يا جدعان أنا خدت بان وصل الأكونت ده. طب دلوقتي يا جدعان أنا خدت بان على الأكونت بتاعي و عايزين نوصل اكونت ياسين ل 1000 فولور.
عشان نطلع لايفات تاني. عيد ف... وعيد شكلي بجد شكلك محجب كده وني كده شكلي شعري عامل ازاي؟ يعني مش سهل دلوقتي يا جدعان. انا خدت بان على الاكونت بتاعي اللي انا بطلع عليه لايفات وانا وياسين وكده فلحد يوم 9، فعايزين نوصل اكونت ياسين ل 1000 فولور علشان نطلع لايفات من عنده، عشان هو كده كده هيسافر القاهره وانا بقى في اسكندريه وعايزين نطلع مع بعض احنا الاثنين. خلاص يبقى ف يعني اي حد يشوف الفيديو ده يعمل فولو وبس، يعني قشطه انت معانا مش هتخسر حاجات كتير يا اسطى. لا 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 مش اح والله، اصل هو لو كل واحد شاف الفيديو ده عمل فولو ممكن ما تشتمش عشان حاجه عندي في ال... اصل برضه لو كل واحد شاف الفيديو ده عمل فولو الدنيا تبقى ايه في الحلو منه وايه يعني بيطلعوا لايفات حلوه يعني اخواتنا والله كلكم والدنيا لذيذه. فايه انت اسال عنا، احنا راجل مظبوط معروفين الرجاله المظبوطه كتير. انا عرفت الناس بيقولوا بيشرب مخدرات. ليه الناس بتشرب مخدرات؟ بيقولوا عليك بتشرب مخدرات. انا اصلا بيقولوا عليا وانا انت 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 سليم دلوقتي يا جدعان. انت بجد طب عارف بتتعامل كويس كانك شارب مخدرات؟ اه المشكله بنت هناك. ليه؟ هو كده انا بقول لك مثلا في حد يكون ما يعرفنيش ممكن احكي له عن مصيبه في حياتي فهو يفتكرني بس انت فايق. ده بجد انا بعمل حاجه هنندم عليها كل يوم يا اسطى. زياد الزنجي اول ما دخل مع كريم الكل قلت له زياد انا لسه شاتمك معرس ما فهمتش حاجه طبعا ما فيش لايك هنيك. ايه بقول لك طبيعي افتكرك شارب حاجه. انت ما قلتليش لايك هنيك. انت عارف انا بعمل ايه دلوقتي؟ يا ابن المتناك بص 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 شايف انت شايف خرب عليا. السلام عليكم. عليكم السلام. ده حكم محكمه. حكم محكمه؟ لا معلش اصلا انا غريب. انا تايه في المكان ده. ثواني عندنا الحبيب الاهلي يا جماعه يا جماعه حكم محكمه. انت عليكم احكام ولا في ايه؟ في ايه؟ اسكت بقى. فهمت ايه؟ ظبط السنه. وهي ازاي تيجي تحتفل بيه ابوها وامها بقى خاطر سنه في موقف زي ده؟ انت نزلته؟ ايه بقى؟ دلوقتي هو يا اما طيب يا جدعان يا اما ده المسك اكتب او مش الراجل قال لي مش المسك هو لا هو مش المسك يبقى هي تهيؤات. انت ايه الحاجات اللي انت بتحطها دي اصلا؟ لا ايه ده ما هي بتحصل في الحقيقه. تعمل ايه؟ حاجات بتتمسح مقصره ان انا ما بقتش بكلم نفسي. تعمل ايه؟ بتطلع يعني الفيديو بتطلعه فين؟ عايز اعمل كده بقول ها بص الموضوع مصري سواش ما نوش الفيديو ما تصحش. استاذ جلال يعني ملخص انا فهمته من حضرتك ان انت بيتحقق ان في حد بيت الكلام نزل ايدك الكلام ده بيتحقق. هو مش بيتهيألي هو انا بتكلم بس كريم لازم يتناك عشان يعمل زي هو جالي ليه ان هو عمل طب ممكن عشان انت عامل له ريبوست. لا ما الكتابه دي انت لما هزقت عمل لايكات شوف قصه